بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة وتسليما كثيرا يا رب العالمين. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمشيئة الله تعالى مكملين في كورس البيزنس مانجمنت، والنهاردة على خير هنبدأ مع بعض في يونت 4 من الكتاب بتاعنا، الكتاب بعنوان البيزنس برينسيبلز اند مانجمنت. فيونت 4 زي ما هو باين من اسمها مانجمنت ريسبونسابيلتيز، بمعنى ايه هي المسؤوليات، ايه هي المهام والفعاليات والآليات والطرق والسياسات والأساليب الفعالة والناجحة للإدارة، ازاي عند تولي مهام او منصب المانجر اعمل ايه، اتعامل ازاي مع الناس، ايه المهام اللي مطلوبه مني وازاي اديها باساليب وانماط وطرق مختلفه. فيونت 4 مني بتتكلم على التفاصيل الخاصه بزي ما قلنا المهام ومسؤوليات واليات الاداره والمينلي الفعاله والناجحه اللي فعلا تقدر تحقق البروجرس والسكسس لاي اورجانيزيشن. معانا على هذه اليونت اول شابتر معانا، وده شابتر 11، شابتر 11 بعنوان مانجمنت فانكشنز اند ديسيجن ميكينج، المهام الاداريه وارتباطها بعمليه اتخاذ القرار لحل البروبلمز او التعامل مع السيتويشنز المختلفه اللي ممكن تطرا او تستجد على اي اورجانيزيشن. فده من لي شابتر 11. إن شاء الله في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هنستعرض مع بعض Just Part 1، الجزء الأول من هذا الشابتر، علشان نقدر ناخد كافة التفاصيل الموجودة فيه، واللي زي ما قلنا إنه المين أوبجيكتيف بتاعنا من دراسة أي كورس إزاي أمتلك السكيلز الأساسية لممارسة وتطبيق النوليدج والمعلومات والعلم اللي أنا بالفعل قدرت أكتسبه من خلال دراسة هذه الكورسز المتنوعة. فمعانا على أجندة شابتر 11 3 سيكشنز أساسية. بنقول هنا الشابتر ده بيتناول فعليا التدرج الوظيفي للإمبريز داخل الأورجنايزيشنال ستراكتشر أو الهيكل التنظيمي الإداري بقى بشكل خاص للأورجنايزيشن. هنا بيركز بشكل خاص على المناصب الإدارية المتنوعة اللي ممكن تكون موجودة ومتداولة في كتير من الأورجنايزيشنز داخل مجالات البيزنس المختلفة، وده طبعا لأهميتها في إدارة وتوجيه البيبول والإمبليز عموما داخل أي أورجانيزيشن، لأنه لا يخفى على الجميع طبعا أنه دايما الإدارة والقيادة ليها عامل كبير جدا في نجاح واستمرارية أي أورجانيزيشن. فبنقول هنا مثلا بالنسبة للأشخاص اللي بيكون لديهم الرغبة في تولي منصب المانجر، هنا غالبا ما يكون منصبهم الاداري الاول سوبرفايزر كالتدرج بقى، انت لازم بتبقى الاول سوبرفايزر كمشرف ثم بعد كده بتترقى في السلم الاداري الوظيفي وتوصل للمانجر. مع ذلك ممكن ما يعرفوش الكتير عن مهام عمل المانجر، ايه الفرق ما بين السوبرفايزر والمانجر، ايه المهام الاساسيه، الفروق الجوهريه ما بينهم، ده إذا كانوا من قبل ما عملوش تحت إيد effective manager. بمعنى لما بتشتغل مع manager يكون ناجح وفعال، أنت باي ديفولت بتبدأ تكتسب منه مهارات، تتعلم منه حاجات تكتسبها في شخصيتك. فلو ما وصلوش للحالة دي فتلاقي معتقدين إن الأمر بتاع المهام الإدارية ده هيبقى سهل للغاية، وإيه المشكلة يعني لما أترقى وأبقى مدير يعني، فيعتقد ان هو بسهوله يقدر يوصل للمنصب ده ويؤدي المهام بتاعته وينجح فيه. فبنقول هنا انه الامر مش بهذه السهوله كما يتخيله البعض. من ناحيه اخرى ممكن يكون عند الامبليوز دول بعض التجارب السابقه كبور اكسبيرينس، كباد اكسبيرينس مع بور مانجرز، مع الاسف مديرين ما كانوش بيعملوا بشكل جيد او بفعال، فللاسف هنا الامبليز دول جعلت تنفيذ مهامهم صعبه، تسببوا لهم في مشاكل، يعني المانجر ده بقى يتسبب في مشاكل للمرؤوسين اللي هو متولي ادارتهم ونسميهم السب اوردنيتس زي ما هنشوف.
ولذلك فنلاقي من المهام الإدارية دي وإتقانها وامتلاك السكيلز الخاصة بيها على قدر كبير من الأهمية داخل أي أورجانيزيشن. فعشان كده مشاهد الله تعالى معانا على أجندة شابتر 11 3 سيكشنز أساسيين. The role and work of manager ده عنوان سيكشن 1، هنتعرف على الدور الأساسي وإيه هي الأعمال والمهام المطلوبة من المانجرز بشكل عام. ليك عشان تندرج تحت تايتل مانجر المفروض تعمل من ايه بشكل اساسي، بالرغم ان زي ما هنشوف ان برضو في يونيك تاسكس مطلوب حسب التخصص. تاني سيكشن معانا الافكتيف سوبرفيجن، وزي ما قلنا انه ده يعتبر الليفل الاداري اللي قبل المانجر، ان انت تبقى سوبرفايزر. ايه اهم السمات والسكيلز الاساسيه الواجب توفرها في السوبرفايزر ده، وايه كمان طرق الامبروفمنت اللي اقدر اعملها عشان انمي امكانياته ومهاراته. تالت حاجه ازاي هنمانج باستخدام الانفورميشن المتاحه داخل الاورجنايزيشن من خلال انظمه المعلومات المختلفه اللي موجوده في الاورجنايزيشن زي ما استعرضناها من قبل في الشابترز السابقه. فخلونا نبدا في محتوى شابتر 11. هنا أول سيكشن على هذا الشابتر هو The role and work of managers، الدور والعمل الأساسي للمديرين. بيعتقد هنا العديد من الموظفين زي ما قلنا بالذات اللي يكونوا عندهم رغبة بقى أو بيتطلعوا إلى تولي الإدارة، غالبا بيعتقدوا انه بامكانهم ببساطة جدا القيام بعمل افضل من المديرين اللي هم بيشتغلوا تحت ايديهم. ومع ذلك لما بيعرض عليه قرار الانتقال للإدارة تلاقيه يجد صعوبة في اتخاذ مثل هذا القرار. يعني ما تيجي تترقى عشان تصبح مدير للجزء البارت من الأورجانيزيشن اللي بتشتغل فيه ممكن ما ياخدش القرار بسهولة. يعني هو بيشتغل عادي فيعتقد ان انا لو انا كنت المدير كنت هعمل احسن منه، كنت هبقى افضل في ادائي، كنت هعمل غير كده. لكن لما يجي فعليا قصاد ان هو القرار علشان تترقى فممكن يتردد او يجد صعوبه في اتخاذ هذا القرار. ده اذا كان هو فعلا بيستمتع بالعمل الحالي اللي بيقوم بيه، اذا كان هو من الناحيه التكنيكال بقى الفن النيه او المهاريه بيشتغل تاسك معين، فممكن هو لو بيستمتع بيه ممكن ما يرغبش في الموضوع ده. فيعني يجي يوازن كده، لو انا انتقلت للاداره هل هبقى مستمتع زي ما انا بشتغل حاليا دلوقتي بنفس القدر؟ مع العلم طبعا اذا انت اخذت القرار وترقيت كمانجر مثلا، للاسف يعني لو نجحت في وظيفتك الحاليه فلما تيجي تنتقل الاداره ممكن يكون محفوف بكتير من الريسكس، في مخاطر بشكل كبير تقابلها. كمان تحط في اعتبارك لو انا ما نجحتش في منصب المانجر هل من المحتمل ان انا ارجع تاني ولا مش هقدر، وممكن اروح للوظيفه السابقه اللي انا كنت فيها او بيتم فصله من العمل لو ما نجحتش كمانجر مثلا. فكل دي امور يجب اخذها في الاعتبار لما تيجي تاخد قرار الموافقه والترقي الى منصب المانجر. فبنقول هنا بقى في السيكشن ده فهم اليات وطرق وسياسات واساليب المانجمنت وعمل المانجر هيسهل كتير على الامبلييز اختيار منصب المانجر. ده هنا اذا ساعدت الاورجنايزيشن الامبلييز دول عندها على الانتقال الى الاداره، وده من خلال انه بيتم اعداد مجموعه مخططه جيده من البرامج التدريبيه اللي بتؤهلهم لاكتساب هذه المهارات وتنميه القدرات عندهم. فهتكون طبعا الريسك اقل وهيتم اتاحه فرصه اكبر للموظفين لتحقيق النجاح للامبلييز اللي موجودين عندها. هنا في الحتة دي بتسمح بعض الشركات دلوقتي الموظفين بفرصة العمل في منصب إداري مبتدئ بشكل تجريبي، إن أنا بجرب الناس دي لفترة قصيرة قبل ما أخد القرار النهائي الدائم بإن أنا أرقيهم في منصب المانجر، بحيث إن دي بتكون مرحلة اختبار. إذا وجدوا فعلا إن الوظيفة دي ليست كما توقعوها أو قابلوا مشاكل فيها أو ما قدروش يتصرفوا كما يجب، أو إذا قررت الشركة إن هؤلاء المانجرز الجدد لا يرقوا أو لا يؤدوا المستوى المطلوب من الأداء الأفضل، فيمكنهم التوصل إلى اتفاق لإعادة الإمبلييز دول إلى نفس الوظيفة السابقة اللي كانت من قبل
وما يتركوش العمل. فده بيكون حل وسط، بحيث ان انا قبل ما اخد القرار ده اكون عرفت امكانيات الناس اللي ممكن ارقيها وتنجح في منصب المانجر. معانا هنا على اجنده هذا السكشن في lesson 1 اللي هو الرول اند ورك اوف مانجر، هندفاين مع بعض ايه المقصود بالمانجمنت ككونسبت، ايه هي الفانكشنز الاساسيه زي ما قلنا اللي بيتفق فيها جميع المديرين باختلاف التخصص او حجم العمل. هندفرشيت كمان مع بعض الورك للمستويات الاداريه المتعدده اللي موجوده في الاورجانيزيشن. كمان معانا هنا التيرمز المصطلحات الأساسية إن احنا نتعرف عليها، الإدارة، التخطيط، التنظيم، التطبيق أو التنفيذ، التحكم أو المتابعة، المشرف، المدير، من هم الإكسيكيوتيفز والميد مانجر معانا. فخلونا نبدأ في استعراض محتوى lesson 1 من chapter 11. بيتكلم هنا من خلال moving into management، الانتقال أو الترقي إلى المناصب الإدارية. أول حاجة بتكلم عليها the changing nature of management، إيه هي التغير اللي طرأ على طبيعة الوظائف الإدارية المختلفة في الأورجانيزيشن نتيجة طبعا للمستجدات الحديثة الكتيرة اللي موجودة وظروف العمل اللي بقت مختلفة بشكل كبير. بنقول هنا انه المانجرز يعتبروا responsible for the success or the failure لأي company. منصب المدير ده مهم جدا وفعال وكريتيكال لنجاح او لفشل اي شركه موجوده. المانجر هنا بيبقوا مسؤولين عن تنفيذ كافه مهام وممارسات العمل بالاورجنايزيشن، بدءا من مجرد الفكره الاساسيه لانشاء البيزنس ومرورا بتجميع وتحديد افضل الطرق لاستخدام الريسورسز المتاحه اللازمه لتشغيل مهام البيزنس، وحتى الهيومن ريسورس مانجمنت اداره البيبل، بحيث هنا بيتحمل المانجر مسؤوليه نجاح الشركه او فشلها. فبنقول هنا بتحدد القرارات اللي بيتخذها المانجر مستوى جودة الأداء، يعني هنا المانجر هو المسؤول ان يحدد وات، ايه المفروض يتعمل اند هاو، وازاي يتعمل بقى بسكيدول زمني محدد باختيار ناس بكفاءات وقدرات وامكانيات محددة عشان يقدروا فعليا يقوموا بالمهام اللي هتسكن عليها هؤلاء الامبلويز. كمان عندي هنا المانجرز make up only a very small percentage of all employees in a company means that انه المانجرز عموما لا يمثل سوى نسبة صغيرة جدا من اجمالي عدد الامبلويز الموجودين في الشركة. هنا mainly الامبلويز are responsible for completing a day-to-day work of business، بمعنى انه الامبليز دول هم المسؤولين فعليا عن استكمال تنفيذ الانشطه والمهام اليوميه اللي بتؤدى بشكل روتيني مستمر للشركات. There are often several levels of managers in an organization means انه عندي غالبا ما بيكون هناك عده مستويات من المناصب الاداريه للمانجر في الاورجنايزيشن. بيكون بعض المانجر مثلا مسؤولين بشكل مباشر عن تشغيل جزء من الورك مثلا، او على متابعه والاشراف على الامبليز لاستكمال بقيه المهام. فهنتعرف مع بعض على هذه الليفلز وايه الفروقات ما بين كل ليفل والتاني، وايه المهام الاساسيه اللي بتبقى مطلوبه من كل ليفل على حده على حسب وجوده في انهي جزء من الاورجنايزيشن. بنقول هنا انه عادة لا يشارك المانجرز في التوب ليفل اللي هم الاكسكيوتيفز بقى، يعني في دول في الاعمال اليومية بشكل مباشر، لكن هم بدلا عن ذلك بيقضوا معظم وقتهم في البلانينج، في التخطيط والبروبلم سولفينج والديسيشن ميكينج اللي هي عمليات التخطيط بقى الاستراتيجي سبيشيالي، وحل المشاكل واتخاذ القرارات حول كيفية جعل العمل اكثر سكسس واكثر بروجرس، يبقى فيه نجاح ويبقى فيه تقدم. بيختلف هنا بقى العمل الدي تو دي ده للمانجر تماما عن عمل الامبليز،
ومع ذلك كل من النوعين دول ضروريين لنجاح البيزنس بشكل انتجريتد. كل الليفلز دي بتتكامل مع بعضها وبتتشارك وبتتفاعل بشكل إيجابي لتحقيق النجاح والبروجرس للأورجانيزيشن. بنقول هنا بقى فيما يخص the nature of management and the employee relationship، طبيعة الإدارة والعلاقات ما بين المديرين والإمبليز اتغيرت بشكل كومبليتلي كبير جدا، نتيجة طبعا زي ما قلنا للمستجدات سواء كانت التكنولوجي أو الظروف عامة أو طبيعة الشركات، فكل دي ظروف فعلا أدت لتغير. هنا بنقول مهم جدا على المديرين فهم وتقدير عمل الامبلييز. هيكون الامبلييز اكتر موتيفيشن، يبقى الناس عندها دافعية وحافز كبير للتعاون مع المدير اذا كان المدير ده فاهم فعلا طبيعة عمل الامبلييز واحتياجاتهم. فهنا اللي بيعمله المدير فعليا بيكون سبب كبير لتشجيع وتحفيز الامبليز ان هم يؤدوا المهام بتاعتهم. كمان الامبليز بقى فاهم المدير بيتصرف كده ليه، ايه اهمية الادارة لنجاح البيزنس عشان يقدر يستجيب ويتعاون ويتفاعل معاه بشكل ايجابي. فيما يخص بقى تغير طبيعة الإدارة وعلاقات الإمبليز بشكل كبير خلال especially كمان الـ 20 years الأخيرة، الـ 20 عام الماضي. فقبل كده في الـ Interpast كان العديد من المانجر بيمارسوا قدر كبير من السلطة والسيطرة وبيتوقع من الموظفين تنفيذ أو جست اتباع الأوامر والتعليمات بدون سؤال. في الوقت ده الامبليز ما كانش بيشاركوا غير القليل جدا من الانفورميشن حول الشركة مع الموظفين، يعني كان الموظف او الامبلي دور ان هو ياخد التعليمات والاوامر دي وينفذها بدون فهم او استيعاب او معرفة الاسباب. لم يكن كمان الامبليز والمانجر بيتشاركوا دايما نفس الاراء او المواقف تجاه الشركة او الانشطة الواجب تنفيذها، فكانت العلاقة فورمال ومور كلوزلي، كانت العلاقة رسمية للغاية، وفي بعض الأحيان قد تكون عدائية نتيجة إنه مفيش طرف من الآخر متفاهم مع الطرف الآخر. لكن حاليا بقى بيعمل في الانفايرومنت الجديدة الحالية الموجودة فيها ما يسمى المودرن مانجر. هذا المودرن مانجر بيعمل بشكل كبير عن قرب مع الامبلييز، دايما بيخلي الامبليز على علم بأداء الشركة والتغيرات أو المستجدات القادمة عليها. الامبليز بقى بيشاركوا بشكل كبير في اتخاذ القرارات الهامة، بحيث يتحمل الامبليز هنا بعض المسؤوليات أكبر في العديد من الشركات. بيقوموا كمان ببعض المهام الإدارية بشكل تعاوني أو مساعد خلال البيزنس انفايرومنت. هنا لازم نؤكد على حقيقة مهمة إنه البيزنس انفايرومنت اللي فيها بيحترم الامبليز والمانجر كل منهما الآخر وبيتواصلوا بشكل فعال وإيجابي، بيعملوا مع بعض بشكل انتجريتد، فبيكون دايما الأداء جيد عادة، وده بيساعد كبير في إنجاح الشركات دي، وسبيشيالي اللي كانت ذات الستايل الحديث بقى واستخدام التكنولوجي وتقنيات التيم وورك والتوتال كواليتي مانجمنت زي ما قلنا قايمه على العمل الجماعي وفرق العمل التعاون. فالبيزنس انفيرومنت اللي بتمشي بهذا الشكل بتنجح كتير اكتر من الستايل القديم اللي زي ما قلنا كان فورمال ومور كلوزلي ما بين الامبلييز والمانجر. فده لازم نستوعب هذه التغيرات ونتكيف ونتواكب معاها علشان نقدر نستغلها استغلال ناجح وصحيح فيما يؤدي الى نجاح البيزنس والاورجانيزيشن بشكل خاص. نظرا لوجود العديد من انواع المانجرز، فمن الصعب تحديد ايه اللي بيقوم بيه فعليا المديرين، ايه هي المهام بتاعتهم بالضبط. ومع ذلك في هناك العديد من الانشطه اللي يجب على جميع المانجر القيام بيها بغض النظر بقى عن نوع او حجم او تخصص الشركه او القسم اللي بيتولاه هذا المانجر. على الرغم طبعا من ان احنا متفقين ان كل وظيفه
بتتضمن العديد من اليونيك اكتيفيتيز، الا ان كل منها بتهتم ايضا بالاداره. يعني الماركتنج له مهام بيقوم بيها، السيلز له مهام بيها، البروتكشن له مهام، الهيومن ريسورس، لكن كل دول داخليا فعليا بيقوموا بعمليه الاداره. فخلونا الاول نتعرف مع بعض ايه هو المقصود بالاداره ككونسبت كديفينيشن. فالمانجمنت هنا means that it's a process of accomplishing the goals of organization through the effective use of people and other resources. الإدارة هنا هي العملية أو الطريقة اللي بيتم من خلالها تحقيق أهداف أو غايات الأورجانيزيشن دي من خلال الاستخدام الأمثل والفعال للأشخاص والموارد الأخرى المتعددة المتاحة للشركة. وزي ما اتفقنا مع بعض في خلال ثنايا الشابترز السابقه انه الريسورسز الاساسيه في اي اورجانيزيشن اللي احنا قلنا عليهم اختصارا الفايف ام. الفايف ام دول ممثلين في ايه؟ في المان، الموني، الميثود، الماتيريال، والماشينز. فالريسورس دي بتشتمل على عندي اول حاجه البيبول، طبعا الهيومن ريسورس، وده اهم ريسورس موجود عندي، اللي هو انه هو لازم يدار بنجاح وكفاءه وفعاليه واستغلال امثل لامكانياته وقدراته وتسكينه بشكل صحيح على المهام اللي يقدر يستوعبها وينجح ويبدع فيها كمان. فدي بتبقى تشالنج كبير قوي للمانجر انه يبدا يفهم مهارات وإمكانيات البيبل أو الإمبليز اللي تحت إيده ويسكنهم بشكل صحيح. تاني حاجة عندي الموني اللي هو المقصود بيه رأس المال بتاع الشركة، أصول الشركة، السيولة المتاحة مثلا اللي بتستخدم في البروسس المختلفة داخل البيزنس. نمبر 3 البيلدينج، المباني، المنشآت، البنية التحتية بتاعت الأورجانيزيشن دي. نمبر 4 الإكويبمنت، ودي عبارة عن الأجهزة أو المعدات أو الماشينز، التولز المختلفة اللي بيتم استخدامها داخل البيزنس انفايرومنت. And number 5 الماتيريالز، ودي الرو ماتيريال أو المواد المستخدمة المختلفة اللي بتستخدم في البرودكشن سواء كبرودكتس أو كسيرفيس على حسب طبيعة الأورجنايزيشن دي وإيه اللي بتقدمه سواء كان منتجات أو مؤسسة خدمية. للقيام بمهام الإدارة بشكل ناجح وفعال يمكن تجميع المين وورك أو العمل الأساسي لجميع المديرين ضمن أربع مهام أو وظائف أساسية زي ما قلنا على حسب تخصص كل ديبارتمنت أو كل بارت في الأورجانيزيشن بيبقى له طبيعة فنية شوية، لكن خلينا نتفق انه في اربع مهام اساسيه او وظائف اساسيه لازم يقوم بيها اي مانجر whatever كان المستوى الاداري اللي هو موجود فيه او التخصص الفني اللي هو بيشتغل عليه. فخلونا نستعرض مع بعض المهام الرئيسيه دي للمانجمنت. فعندي زي ما قلنا four functions للمانجر بشكل عام. اول حاجه عندي البلانينج او التخطيط. Planning means that analyzing information and making decisions about what needs to be done. بمعنى تحليل المعلومات المتاحة عن الوضع الحالي للبزنس اورجانيزيشن، كمان تحديد ايه هي الفيوتشر ريكويرمنتس او المتطلبات المستقبلية والديسيشن ميكنج بشأن ما يتم او ما يجب القيام به. أبدأ أحط هنا مينلي في أنواع من الخطط، في أنواع في خطط استراتيجية طويلة المدى بتتاخد بعد كده على الليفلز الأقل إنه يبدأ يعمل خطط تكتيكية، خطط تنفيذية، قسم بقى المين جول ده والأوبجيكتيف الاستراتيجي دوت ل بروسيس بزنس بروسيس تنفذ على المدى القصير. فكل المانجر في جميع الليفلز مطلوب منهم يعمل البلان عشان احدد اكزاكتلي ايه هي المهام المطلوب تنفيذها وازاي هيتم تنفيذها. نمبر 2 او السكند فانكشن اورجانيزنج. هنا الاورجانيزيشن عمليه التنظيم. التنظيم means that
determining how plans can be accomplished، ازاي البلانز اللي احنا حطيناها دي هيتم تنفيذها وتحقيقها فعليا على ارض الواقع داخل البيزنس انفايرمنت. تمام، حطينا how plans اللي هو بدأنا نحط التاسكس لازم تؤدى most effectively and arranging resources to complete the work ده. لازم احدد exactly زي ما قلنا ترجمه البلانز دي الى تاسكس هتؤدى التاسكس الوات هتؤدى ازاي بشكل فعال و اساين كمان اسكن الريسورسز المطلوبه علشان يتم تنفيذ هذه التاسكس exactly. فتحديد كيفيه انجاز الخطط الموضوعه باكبر قدر من الفعاليه وتوزيع الموارد المتاحة لإتمام العمل بشكل ناجح وفعال. Number three أو الفانكشن الثالثة implementing، وبعض الكتب هتلاقوا عاملينها leading. المقصود بقى هنا carrying out the plans and helping employees work effectively. means عند تنفيذ الخطط ازاي اساعد الانجليز الموجودين معانا على العمل بكفاءه وفاعليه وتعليه كمان البرودكتيفيتي زي اعلي الانتاجيه بتاعتهم. وناخد بالنا ان هنا بيتم فعلا التحكم في تقييم النتائج لتحديد ما اذا كانت اهداف الشركه دي فعلا قد تم تحقيقها كما هو مخطط له ولا لا، فلازم ناخد في اعتبارنا انه تم التنفيذ والتطبيق الفعلي للخطط التكتيكيه والتنفيذيه اللي احنا عملناها دي ولا لا على ارض الواقع. علشان كده بتيجي اهميه الفورث فانكشن المهام او المهمه الرابعه عندي للمانجر هي الكنترولينج مينز المتابعه او المراقبه، ويتم من خلالها evaluating results تقييم النتائج to determine if the company objectives have been accomplished. يبقى في المرحلة دي مرحلة التحكم أو الرقابة أو المتابعة بنقيم فيها النتائج علشان نحدد فعلا إن الأهداف والغايات اللي كانت موضوعة في الخطة الاستراتيجية تم تحقيقها ولا لا. فبنقول هنا تشغيل أي بزنس هو عملية complex للغاية، عملية معقدة مركبة تشتمل على دايمنشنز كتيرة حتى مع الشركات الصغيرة، ولذلك فالمدير أو المانجر بيتفق بشكل كبير في أداء هذه المهام الأربعة whatever زي ما قلنا كان التخصص أو حجم أو نوع البيزنس أورجانيزيشن. لازم يكون مستعد للديسيشن ميكنج لاتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل وإنجاح البيزنس بشكل كبير. فهنا لازم على أي مانجر في أي مستوى إداري وأي تخصص إن هو يتقن أداء وتنفيذ هذه المهام الأربعة، وده طبعا زي ما قلنا بيجي بالتريننج من قبل البرامج التدريبية المختلفة من خلال الاكسبيرينس بتاعه وممارساته والخبرة اللي بيكتسبها أثناء عمله داخل البيزنس انفيرومنت، فبيدخل فيها عوامل بالإضافة طبعا للسكيلز الشخصية للقدرة على الكوميونيكيشنز زي ما استعرضناها في شابتر الكوميونيكيشن. زي ما اتفقنا انه فعليا بيؤدي جميع المانجر نفس الفور تاسكس الاربع وظائف دول كجزء من مهامهم الاداريه، لكن الانشطه المحدده اللي بيؤديها كل مانجر ومقدار التايم لكل وظيفه هيختلف تماما على حسب المستوى الاداري اللي انت موجود فيه، لان هو ده فعليا الفيصل ان انت هتاخد وقت منك قد ايه انك تعمل بلاننج، هياخد منك وقت قد ايه انك تعمل الاورجنايزنج او الكنترولنج او الامبلمنتيشن. فهنا بيقول بيوفر الاستخدام المتزايد بقى في البيزنس انفايرمنت للتيم وورك داخل الشركات بمختلف انواعها فرص جيده جدا للامبلويز للمشاركه في الانشطه اللي كانت في السابق بتعتبر مقتصره بس على المديرين. يعني احنا بنشتغل في بيئه بتدعم العمل الجماعي ان انا يبقى عندي فرق عمل وليهم ليدر، فهنا الليدر لباقي اعضاء الفريق ده بيتواصل مع المانجر بشكل مباشر، وبالتالي هنا فعلا بيفرق في البرودكتيفيتي في النتائج النهائيه ونجاح والبروجرس للاورجنايزيشن.
من خلال الكونتاكت المباشر ده او التفاعل الايجابي ما بين الامبليز كفرق عمل وبين المديرين، بيحصل هنا الامبلي على اكسبيرينس، على خبره، وعلى اكسبيرمنت، تجربه فعليه وممارسه حقيقيه للمهام الاداريه، مما يساعد بعد كده الاستعداد على البروموشن، الترقي، فرص الترقي المحتمله لمنصب اداري. يعني كانك بتتشك على نفسك كده في المهام الاداريه، قدرت تنفذهم ازاي في الاول كليدر للتيم وورك بتاعك، ثم بعد كده كسوبرفايزر عشان تقدر تنتقل بعد كده للمنصب بتاع المانجر. فعلشان كده هنا المانجر completes all four management، لازم يؤدي الأربع مهام الإدارية الأساسية اللي احنا اتفقنا عليهم. كمان ده بيتم تنفيذ المهام دي زي ما قلنا regular basis، بتوقيتات وطرق روتينية مستمر. كمان بيبقى له الاثوريتي على الجوبس والبيبل، بيبقى له صلاحيات ان هو زي ما قلنا يمارس الاداره والكنترول والمتابعه على المهام اللي تندرج تحته وكمان الامبلويز اللي بيشتغلوا معاه. عادة بيوجد أكثر من مستوى إداري واحد في معظم الشركات حتى لو الشركة دي صغيرة. قد يكون لبعض الشركات الكبيرة من 5 لـ 6 تصنيفات إدارية مثلا، ومع ذلك بتحاول العديد من الشركات اليوم تقليل عدد مستويات الإدارية بحيث إن أنا ما أكبرش قوي الأورجانيزيشنال ستراكتشر. ده بيجعل كل مستوى وعمل كل مدير أكتر أهمية، إن هو الفكرة مش في الكم قد ما هي في الكيف. الفكرة مش إنه عندي كام عدد، لا، عندي كل ليفل مطلوب منه ايه وبينفذ التاسكس بتاعته ايه. فخلينا نشوف الاكثر كومن والايه الاكثر شيوعا والموجود فعليا. فلو بصينا كده مع بعض على ايه هو شكل الاورجنايزيشنال استراكشر، انا اعتبر ده كده معانا الهيكل التنظيمي لتوزيع المستويات الاداريه عندي في اي اورجنايزيشن. فبيبدا عندي من القاعده العريضه او العدد الاكبر هم الامبلويز، هم الموظفين اللي زي ما قلنا مسؤولين عن الدي تو دي اكتيفيتيز، الاعمال اليوميه الروتينيه اللي تتكرر بشكل مستمر، دول اكبر عدد عندي في البيبل الموجودين عندي في الاورجانيزيشن. بنرتفع فوق شويه ان كل مجموعه من الامبلويز دول بيبقى ليهم سوبرفايزر كمشرف ككونتاكت مباشر عليهم. فالمستوى الاداري الاول عندي هنا من المانجمنت ليفل هو المهام الاشراف على الامبلويز او السوبرفايزر المشرفين. المشرفين دول في قطاع معين بيرقصهم فوق المانجر او بنسميه الميد مانجر مثلا. فهنا المانجر ده مسؤول عن مجموعة السوبرفايزرز اللي بيتابعوا الامبليز داخل النطاق بتاعه. يعني قد يكون عندي البرودكشن مانجر، مدير الانتاج، مدير المبيعات، مدير الموارد البشرية، مدير التوريدات مثلا، او مدير الدعاية. فلكل قطاع في الاورجانيزيشن هيبقى له مانجر. نرتقي الى اعلى مستوى في المانجمنت ليفلز اللي هم الاكسكيوتيفز او التوب ليفل مانجمنت، ده زي ما يكون اعضاء مجلس الاداره، اصحاب الشركه مثلا، مديري القطاعات العامه او مدير الافرع لو الاورجنايزيشن دي كبيره وليها افرع في دول او محافظات مثلا على حسب سكيل البيزنس. فده كده مين لي يعتبر البيزك مانجمنت ليفلز، الثلاث مستويات الاداريه اللي بتكون موجوده. وده كده بيمثل زي ما قلنا المستويات الاداريه الاكثر شيوعا او المستخدمه. وخلونا بعد كده بقى نستعرض كل مستوى اداري من دول ان ديتيلز بالتفاصيل الكامله بتاعته من المهام المطلوبه منه على حده. فأول حاجة عندي في المانجمنت ليفلز المستويات الإدارية اللي هو السوبرفايزر. السوبرفايزر عبارة عن مانجر who directs the work of non-management employees. non-management employees طبعا دول هم الموظفين الغير مدركين على المستوى الإداري. هنا هو المسؤول على إنه هو توجيه والإشراف عليهم ومتابعة الأعمال بتاعتهم، توزيع المهام عليهم ومراقبة إلى أي مدى بيتم فعليا تنفيذ هذه المهام.
هنا بيدايركت الورك فعليا، كما انه لديه كمان بالفعل العديد من الانشطه غير الاداريه انه هو ينفذ. زي ايه مثلا؟ السوبرفايزر typically the first or beginning level of management in a company. ده بيعتبر المستوى الاداري الاول او المستوى الاداري المبدئي في اي business organization. عادة السوبرفايزر دول بيعتبروا هم ال communication حلقة الوصل أو حلقة الاتصال ما بين المانجمنت كإدارة عليا مثلا وما بين الإمبليز. فهم هنا بيعتبروا بمثابة حلقة الوصل بين مستويات الإدارة العليا والإمبليز في الديبارتمنتس المختلفة. فلابد من مراعاة تطبيق وآليات وطرق السكسسفول والإفكتيف كوميونيكيشن بشكل كبير. مهم أوي زي ما قلنا إنه يحصل عملية التواصل دي بشكل ناجح وفعال، ما يحصلش أي تشويه للرسائل اللي بتتم تتنقل اكزاكتلي زي ما يعنيها السندر. فده بيبقى دوره مهم جدا إن هو بينقل الانستراكشنز التعليمات من الإدارة العليا ويوصلها للإنجليز، وكمان بياخد مشاكل أو آراء أو مقترحات الإنجليز دي وينقلها لمستوى الإدارة العليا. مكملين مع بعض في المانجمنت ليفلز، وهننتقل بقى بعد السوبرفايزر في المانجرز، او زي ما قلنا ساعات بنسميه الميد مانجر. وده عبارة عن مانجر هو spends most of his time، بيقضي كتير من الوقت بتاعه on one or two management functions. بيركز من اللي هنا على البلاننج او الكنترول. هنا exactly ده بيبقى مسؤول عن قطاع معين في الorganization أو department محدد، فهو مسؤول عن زي ما قلنا وضع الخطط اللي بتترجم الأهداف والغايات بتاعت الشركة إلى business process، وبيبدأ يassign ويوزع على الناس. وكمان المهم جدا الكنترول، إن هو يتابع ويراقب هل مستوى التنفيذ تم ازاي، النتائج اللي تم الحصول عليها، آلية التنفيذ ماشية بشكل صحيح ولا لا. كمان هو هنا هيبقى responsible for specific part of the company's operation. زي ما قلنا ان هو قد يكون مسؤول عن عملية الانتاج او التشغيل او التسويق او المبيعات مثلا او الهيومن ريسورس، فهو بيبقى مسؤول عن جزء معين، قطاع محدد كده او ديبارتمنت موجود عندنا في الاورجانيزيشن. مطلوب منه هنا انه يؤدي كافه المانجمنت فانكشنز المختلفه اللي احنا استعرضناهم الاربعه الاساسيين، بالاضافه للحاجات التخصصيه بقى على حسب زي ما قلنا البيزنس اريا اللي هو موجود فيها او الاورجانيزيشن بورت او الديبارتمنت اللي هو مسؤول عن ادارته بشكل خاص. بعد كده عندي المستوى الاعلى بقى اللي هو الاكسكيوتيفز او التوب ليفل مانجر، هو سبيندس اولموست اول اوف تايم، معظم وقته بيأديه في المانجمنت فانكشنز والديسيشن ميكينج، في المهام الإدارية وعمليات اتخاذ القرار. وزي ما قلنا إنه ده بيبقى mainly على problem solving أو معالجة السيتويشنز الجديدة اللي ممكن تطرأ، وضع السياسات والغايات والأهداف بتاعت الأورجانيزيشن محتاجين نحقق إيه خلال هذه السنة مثلا. وزي ما قلنا ممكن يحط خطة استراتيجية لثلاث سنين أو لخمس سنين، فهنا دايما بيبقى الرؤية بتاعته أوسع وأعم وأشمل، مثلا متابعة الكومبيتيتيفز الكومبيتيتورز بتوع المنافسين، بيشوف التطور اللي حاصل، يجيب تكنولوجي جديدة مثلا للأورجانيزيشن. فمين اللي هنا معظم وقته في المانجمنت والديسيشن ميكينج بروبلم سولفنج. الاكسكيوتيفز بيبقى ليهم المانجرز المستوى اللي بيليه بيتواصل معاه من خلال تقديم مجموعة من التكنيكال ريبورتس المختلفة، فبيتم هنا التواصل من خلال إعداد وتقديم التقارير المختلفة بكافة أنواعها على حسب طبيعة البيزنس. كمان هنا المانجر ما بين الاكسكيوتيفز والسوبرفايزر في كتير من
الشركات الكبيرة بقى واللي قد تكون على مستوى انترناشونال مثلا، بيبقى في اكتر من one or more level من الميد مانجر. زي ما قلنا انه ده it all depends على حسب حجم وطبيعة البيزنس ده، هل زي ما قلنا الشركة جاست محلية ولا دي شركة دولية انترناشونال ولها افرع في دول اخرى او حتى محافظات في نفس الدولة. فهنا زي ما بيقول الاسترتش او التوسع في المستويات الادارية دي على حسب ما يقتضيه طبيعة وحجم البيزنس اللي بتعمل في هذه الاورجانيزيشن. هيتكلم هنا بقى على التايم سبينت اون مانجمنت فانكشن، الوقت الفعلي اللي ممكن يقضيه كل نوع من انواع المديرين دول في تنفيذ المهام الاداريه الاربعه الاساسيه اللي اتكلمنا عليها. لو بصينا كده على الشكل الواضح امامنا ده، بيوضح او بيستعرض كيفيه تغير الوقت اللي بيقضيه كل مستوى إداري في تنفيذ المهام الإدارية الأربعة الأساسية اللي احنا اتكلمنا عليهم، mainly في مختلف مجالات البيزنس أيا كان البيزنس انفايرومنت دي شكلها ايه او التخصص بتاع البيزنس. فمن الملاحظ من الشكل اللي قدامنا انه مع العلو او التقدم المانجر في الاورجانيزيشن بتتغير المسؤوليات اللي بتبقى مطلوبة منه. يعني لو بصينا مثلا على الاكسكيوتيفز هنلاقي ان معظم وقتهم بيقضى زي ما قلنا في البلاننج والاورجنايزنج، لكن بيشارك بشكل بسيط او وقت قليل في الامبلمنتنج اللي هو التطبيق او التنفيذ الفعلي للتاسكس بتاعه البيزنس. الكنترولينج الى حد ما بيبقى شويه لانه ده بيتم من خلال زي ما قلنا تلقي الريبورتس المختلفه اللي بتقيم البرفورمانس بتاع البيزنس انفايرمنت. نيجي للميد مانجر نلاقي ان هو تقريبا بشكل موازي البلاننج مع الاورجنايزنج مع الامبلمنتنج بشكل مستمر، تقريبا نفس التايم بيأدوه على الثري فانكشنز. بيقل شويه في الكنترولنج لانه ده مينلي بيكون المعني بيه هم السوبرفايزر، فعشان كده السوبرفايزر هنلاقيه في الكنترولنج والامبلمنتنج لانه زي ما قلنا ده الكونتاكت المباشر مع الدي تو دي فانكشنز للامبلييز، متابعه والاشراف عن قرب بشكل قوي مع الامبلييز، عشان كده معظم وقت السوبرفايزر بيبقى في الامبلمنتنج والكنترولنج. فزي ما اتفقنا انه اي مستوى اداري لازم ينفذهم الاربعه، لكن الاختلاف فعليا انه الفوكس الاساسي لكل مستوى من دول بيبقى على حسب طبيعه الاعمال بتاعته. فهنا يعني بيعمل سوبرفايزر بشكل مباشر مع الامبليز وبيشاركوا معاهم بشكل اساسي من اجل ضمان الكومبليتنس الاتمام واكتمال الدي تو دي وورك اللي هي الاعمال اليوميه الروتينيه زي ما قلنا للبيزنس انفايرمنت. لذلك بيكرسوا معظم وقتهم الاداري للامبلمنتنج والكنترولنج. في حين بقى نلاقي هنا الاكسكيوتيفز بيعمل مع المستويات الاداريه والمديرين الاخرين وبيكونوا مسؤولين عن البيزنس دايركشن اللي هو التوجيه، وزي ما قلنا وضع الاستراتيجي بلان على المدى الطويل، عشان كده بيقضوا معظم وقتهم في البلاننج والاورجنايزنج زي ما قلنا وضع الخطط الاستراتيجيه والرؤى المستقبليه للاورجنايزيشن كاهداف وغايات. ننتقل بعد كده إلى سكشن 2 من شابتر 11 وهو بعنوان Effective Supervision. هنا زي ما استعرضنا مع بعض إنه الـ Supervision أو الـ Supervisor هم الـ Beginning أو الـ First Management اللي هو المستوى الإداري الأول اللي بنقابله في أي Business Organization. السوبرفايزر يعتبر كريتيكال جدا لاي بزنس سكسس. هنا البيزنس انفايرومنت حاليا بتتوقع من الامبليز القدره على العمل بكفاءه وفاعليه ضمن التيم وورك حسب طبعا طبيعه الاساينمنت او التاسكس اللي هي بنقول عليها تكاليف العمل اللي بيتم توزيعها وتقسيمها ضمن اعضاء التيم. هنا في بعض الأوقات ممكن تحتاج إن أنت تبقى effective leader لأعضاء الفريق بتاعك في بعض المشاريع، لذلك من المهم أو الجيد إن العمل من دلوقتي لبناء وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة للآخرين.
لازم من دلوقتي من وانت طالب تبدأ تتشيك على نفسك، تشوف هل انا فعلا بمتلك هذه الامكانيات والقدرات للعمل الجماعي، سواء كنت عضو في الفريق او انا مؤهل لتولي الليدرشيب القيادة لاعضاء الفريق ده علشان اقوده للنجاح ولا لا. فمعانا هنا زي ما قلنا السوبرفايزور بيعمل بشكل دايركت، بشكل مباشر مع الامبلويز، وبيكونوا مسؤولين عن ترجمة أو تحويل زي ما قلنا الخطة الاستراتيجية دي إلى خطط تنفيذية. يعني باخد الهدف وأقسمه إلى مجموعة من الأكشنز، مجموعة من التاسكس كمهام وأنشطة تنفيذية. ومن أهم التاسكس دي اللي بيبقى مسؤول عنها من اللي السوبرفايزر هو خل الموتيفيتد انفايرومنت، خل بيئة عمل تحفيزية للامبلويز، اشجعهم واحفزهم على ان هو كل امبلوي يبذل قصارى جهده. بيجب عليهم كمان التاكد من دقه اتمام واكتمال جميع البيزنس وورك ضمن الورك انفايرومنت ده. فالريسبونسبيلتي اريا بتاعته لازم يركز بين الناس اللي هو مسؤول عنهم بيتابعهم وبيشرف عليهم، فيبدا يكونترول ويتابع على الامبلويز دول في الوقت المفروض ان هم بيشتغلوا فيه، ادوا الاعمال دي ولا لا، طب الاداء بتاعهم مستوى الاداء ده بيلبي فعلا معايير الجوده المعتمده لدى الاورجنايزيشن. فمهم جدا زي ما قلنا انه عمل السوبرفايزر ده بيبقى كريتيكال للغايه. فعشان كده خلونا نستعرض مع بعض اجنده هذا السكشن. فالسكشن ده بيتكلم زي ما قلنا الافكتيف سوبرفيجن، يعني ايه هي اهم اليات وطرق واساليب وانماط ومهام الاشراف الناجح والفعال. فعلى مدار هذا السكشن هنعرف مع بعض ايه هي responsibility of supervisor، ايه المسؤوليات الخاصه اللي بتلقى على عاتق المشرفين. هندسكرايب مع بعض الـ day-to-day management activities للسوبرفايزر، ايه هي المهام اليومية اللي مطلوبة منهم كمهام إدارية للإشراف. هندسكاس كمان ايه الطرق المطلوب ان الشركة او الاورجانيزيشن دي تتبناها من اجل التحسين والتطوير لمهارات الإشراف عندها في الاورجانيزيشن. عشان كده معانا اهم التيرمز على هذا السكشن السبورنيت، دول المجموعه اللي بيبقوا مسؤولين من السوبرفايزر. مين هو الورك كوتش؟ ايه اهميه عمله؟ ايه المقصود بالبرفورمانس ريفيو؟ وامتى بنفذه وبحتاجه في ايه؟ وايه المقصود كمان بالورك سكيدول؟ فخلونا نبدا في محتوى سيكشن 2. ذا سوبرفايزر جوب، ايه هي بقى مهام عمل المشرف؟ غالبا ما بيتم ترقية السوبرفايزر دول إلى الإدارة في نفس الورك إريا اللي بيعملوا فيها. هنا من ضمن الإمبريز اللي بيشتغلوا في إريا معينة بيتم اختيارهم على أساس الأكثر خبرة ومهارة ومستويات الأداء بتاعته العالية. بيتم تجميع البرفورمانس ريبورت بتاعهم علشان اقدر احدد واختار الناس دول. فهنا السوبرفايزر ار اوفن برومبت انتو مانجمنت في ايه؟ سيم بارت او البيزنس اريا اللي هم بيشتغلوا فيها. باخد من يعني اللي شغال في قسم الانتاج بيترقى في قسم الانتاج، اللي شغال في المبيعات بيترقى في قسم المبيعات، اللي شغال في التوريد بيترقى في قسم التوريد، بحيث ان لما يبقى عنده الباك جراوند، عنده البيزكس الاساسيه للبيزنس اريا دي ويقدر يكمل فيها بعد كده. فبنقول هنا بقى علشان ارقي الناس دي واخد من الامبلي واعينه عندي كمشرف، فبيتم اختيارهم زي ما قلنا من الموست اكسبيرينس، من الموست سكيلد بيبول في الاريا دي. بتابع زي ما قلنا مستويات الاداء بتاعت الناس، اشوف مهاراتهم، خبراتهم، الامكانيات بتاعتهم، مدى قدرتهم على التعامل مع السيتويشنز المختلفه، عشان انتقي الشخصيات اللي هي تصلح فعليا او يمكن ترقيتها الى منصب السوبرفايزور ده.
فقلنا هنا يعني قد تقدم بعض الشركات للناس دي لما يقع الاختيار عليهم ان انا اديهم بعض التريننج بروجرامز، دورات او برامج تدريبيه as first level manager، عشان هو زي ما قلنا ده اول منصب اداري موجود. هنا بيكون المشرف مسؤول عن الانشطه اليوميه للامبليز داخل الشركه، لذلك هم في حاجه الى الفهم الجيد والعمل مع كل من الامبليز والمانجرز، لان زي ما اتفقنا ان هم بمثابه حلقه الوصل ما بينهم، بحيث يجب على السوبرفايزر ده تنفيذ قرارات وتعليمات الاداره اللي بتجيلي، وفي الوقت نفسه مفروض عليه يجب عليه حل مشكلات الامبليز اللي هتطرأ اثناء العمل داخل البيزنس انفايرمنت، وكمان ينقل الاراء او المخاوف او طلبات الامبليز دول للاداره. فعشان كده هنا طبيعه عمل السوبرفايزر عباره عن ايه؟ هنا بنقول انه وظيفه المشرف مختلفه تماما عن التكنيكال وورك، عن العمل الفني اللي كانوا بيقوموا بيه من قبل. قد لا يتمتع بمستوى الثقة أو لا يحقق على الفور نفس النجاح اللي كان اعتاد عليه كإمبريي له خبرة وله بروفيشناليتي أو سكيلز عالية من الناحية المهنية أو العملية أو الفنية. فناخد بالنا هنا بقى إنه غالبا ما بيحتاجوا إلى تطوير علاقات عمل مختلفة مع الإمبريز عن اللي اعتادوا عليه من قبل. يعني انت كامبلي في وسط الامبليز زمايلك غير انت بقيت سوبرفايزر عليهم دلوقتي، فمحتاج انك تغير طبيعة العمل ما بينهم. فانت في الماضي كنا كلنا امبليز مع بعض بنعمل مع بعض كزملاء عمل في نفس الليفل، لكن انت دلوقتي انت السوبرفايزر اللي كان زميلك في الماضي ده اصبح بالنسبة لك subordinate. subordinate هنا هو subject to authority and control of another person. زميلك من قبل أصبح دلوقتي مسؤول أو مرؤوس منك. فالموظفين دلوقتي هم المرؤوسين، هم ال subordinates، بيخضع المرؤوس دايما لسلطة وسيطرة شخص آخر اللي هو ال supervisor. فعشان كده هنا يجب على المشرفين انهم يحظوا باحترام وتقدير الامبليز اللي بيقدموا ليهم التقارير، ولكن بطريقه تحفيزيه او بتشجع الامبليز دول على بذل اقصى او قصارى جهدهم في تنفيذ البيزنس وورك. فعشان كده الانتقال من دور كو وركر اللي هو زميل العمل الى دور البوس او السوبرفايزر ليس بالتغيير السهل، فهنا لازم نكون حريصين على امتلاك الكوميونيكيشن سكيلز القويه اللي نقدر فعلا نعمل النقله دي. فعشان كده هنا في بعض الاوقات قد يفشل العديد من المشرفين بسبب عدد قدرتهم على اجراء هذا التغيير، انه مش قادر يفصل انه ده كان زميلي كنا مع بعض على نفس المشين او نفس التاسك كامبليز، لكن انا دلوقتي سوبرفايزر عليه، فللاسف انا مش قادر اعمل النقله دي، مش قادر اعمل التغيير او التحول ده في المهام الاداريه اللي مطلوبه مني. عشان كده هنا زي ما قلنا، وده بترجع بقى اهميه السوفت سكيلز عموما وسبيشالي هنا بقى الكوميونيكيشن سكيلز وطريقه التعامل مع التدرج في المناصب الاداريه المختلفه. قلنا هنا علشان بقى احدد فعليا مدى كفاءه وفعاليه ونجاح السوبرفايزر جوب اللي هو وظيفه المشرف، بيتم ده من خلال 3 فاكتورز، ثلاث عوامل اساسيه اقدر من خلالها احكم على مدى نجاح وكفاءه وفعاليه وظيفه المشرف. هنا اول حاجه the work quality of the supervised employees، جوده عمل الموظفين او المرؤوسين الخاضعين لاشراف هذا السوبرفايزر. جوده العمل اللي طالعه من تحت ايد الناس دول اللي انا مشرف عليهم، هل فعلا بيتمتع بالكواليتي حسب طبعا زي ما قلنا الكواليتي ستاندرز، المعايير اللي احنا متفقين عليها واللي بيتم تطبيقها فعليا في الاورجنايزيشن. الورك اللي طالع من تحت ايدين الناس دي هل فعلا يرقى لمعايير الجوده المطلوبه ولا لا؟ الفاكتور الثاني efficient use of the company's resources،
means الاستخدام الأمثل والفعال لموارد الشركة المتاحة. هل في إهدار للموارد ولا بتستخدم exactly حسب المخطط ليها وبيتم الحفاظ عليها؟ الصيانة بتتم إزاي؟ فكل ده بيتم حسابه ومتابعته علشان أقدر أحكم على مدى زي ما قلنا فاعلية عمل السوبرفايزر. الفاكتور الثالث، العامل الثالث، هو satisfaction of the supervisor employee، مستوى الرضا الوظيفي. الناس الامبلويز اللي بيشتغلوا تحت هذا المستوى راضيين عن الاداء بتاعه، عن الاسلوب، عن الطريقه، عن اليه التواصل معاهم ولا لا. فكل ده بيتم حسابه علشان من خلاله اقدر ان انا احكم على مدى الفعاليه والكفاءه ونجاح هذا المشرف في اداء المهام بتاعته. بنقول هنا إذا لم يكن الإمبليز بيقوموا بالعمل بشكل جيد فلن ترضى الإدارة عن أداء هذا المشرف. يعني إذا ما توفروش الثلاث عوامل دول وحققهم فعلا بنسب عالية، فللأسف لن ترضى الإدارة عن عمل هذا المشرف، وبالتالي لن تتمكن الشركة من تحقيق الأرباح. يعني لما يحصل إهدار للريسورسز مثلا، هتلاقي إنه بيتكلف صيانة كتير، هيحصل إهدار، استبعاد ماشينز مثلا، مش هيقدروا يؤدوا المهام بتاعتهم بشكل جيد لفترة طويلة. كمان هنا لو الناس مش راضية عن السوبرفايزر أو بيتعامل معاهم بأسلوب غير لائق مثلا، أو الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته مش جيدة، بأسلوب أوامر مثلا، ما بيشوه الرسائل في نقله للإدارة، ما بينقلش بشكل جيد مثلا، أو أسلوبه غير لائق. هنا بقى للأسف الإمبليز اللي تحت إيده ممكن إن هم طبعا هيبقى في مستويات الأداء منخفضة جدا، انخفاض البرودكتيفيتي، كمان هيأدوا الوظائف بتاعهم بشكل مقبول إلى حد ما لفترة، وبعد كده ممكن كمان يقرروا إنهم يسيبوا الشركة نتيجة لعدم الرضا الوظيفي أو لعدم التعامل الجيد لهذا المشرف. عشان كده قلنا من قبل إنه عمل المشرف ده يعتبر كريتيكال جدا، لأنه ده زي ما قلنا ده الكونتاكت المباشر مع الإمبليز اللي هم القاعدة العريضة بتاع أي بيزنس أورجانيزيشن. بعد ما استعرضنا السوبرفايزر جوب، خلونا نشوف بقى مين ايه هي responsibilities، المسؤوليات الأساسية لمستوى المشرفين. زي ما ذكرنا من قبل ان المشرفين غالبا بيقسموا وقتهم بين الأنشطة الإدارية الأربعة الأساسية اللي احنا اتكلمنا عليهم، وكمان أعمال أخرى على حسب التخصص أو القسم أو البيزنس إيريا اللي هم اوريدي موجودين فيه. يعني نقدر نقول ان هم responsible for implementing the plans developed by incumbent executives، مسؤولين عن تنفيذ الخطط اللي وضعها التوب executives كخطط استراتيجية للشركة. فهم اللي بياخدوا ده وزي ما قلنا بيحولوها لخطط تنفيذية، لأكشنز، ل day to day activities، ل tasks معينة بيقوم بيها ال employees. علشان كده زي must use the plans، بيستخدموا الخطط دي لتحديد ما يجب القيام به، اللي هو ال what needs to be done، ايه المفروض ان هو يتعمل، مين اللي هيقوم بعمله، and who will assign to complete the needed work. هنا بقى تعيين او تسكين الامبليز لتنفيذ المهام المطلوبه دي، وزي ما قلنا بيفرق قوي كتير هنا ان انا اكون فاهم امكانيات وقدرات وشخصيات الامبليز اللي موجودين وتحت ايدي وانا مشرف عليهم، عشان اقدر اعمل هذا الاساينمنت بشكل صحيح، ان انا اختار الامبلي المناسب لاداء هذا التاسك باكثر انتاجيه واكثر فاعليه. فده زي ما قلنا لانه الكونتاكت المباشر هو السوبرفايزر مع الامبليز دول. كمان they must explain the work plans and assignments to their employees. هنا بقى كإفكتيف سوبرفايزر يجب عليه الشرح أو توضيح تفاصيل خطط العمل والمهام التنفيذية دي للإمبلويز اللي هيتسكنوا عليها، علشان زي ما قلنا ايجاد الموتيفيشن بقى ان هو يبقى فاهم كل التفاصيل وعارف ان انت لما تعمل ده هيفرق معانا في ايه، لما يبقى البرفورمانس بتاعك باداء عالي هيبقى التقدير بتاعه ازاي. فلازم هنا يكسبلين بشكل واضح وتفصيل. فاينالي اخيرا بقى they need to be able to motivate the employees to perform effectively
on a day-to-day basis. يجب انهم يكونوا قادرين على ايجاد البيئه الداعمه التحفيزيه التشجيعيه للامبليز دول على الاداء باعلى مستويات الكفاءه والفاعليه فيما يخص زي ما قلنا الداي تو داي بيزس. هنا بنقول قد تكون وظيفه احد المشرفين مختلفه تماما عن وظيفه الاخر، خاصه تلك التي تخص بقى المشرفين في الاقسام او البيزنس اريا او حتى الشركات المختلفه. يعني نلاقي في بعض الاوقات ان الشركات ممكن تحدد سوبرفايزر لاداء مهام معينه، في سوبرفايزر بيؤدي مهام اخرى. هنا ليه بقى؟ الامبليز اللي موجودين عندي في الاورجنايزيشن ممكن تلاقي كل مجموعه منهم بتتمتع بمستويات مختلفه من الادوكيشن او الاكسبيرينس او التريننج. في كل امبليه عندي له مستوى مختلف، سواء كان من التعليم على التاسكس دي او التدريب او الخبره او السكيلز اللي بيمتلكها. فنلاقي ان بعض الشركات ممكن تحدد بعض السوبرفايزر لاداره الموظفين القدامى اللي موجودين عندي، اللي هم فعلا اوريدي متدربين ومتعلمين وعندهم خبره واشتغلوا كتير في البيزنس اريا دي. تمام؟ ممكن بقى نلاقي في سوبرفايزر اخر يعمل مع الموظفين الجدد، الناس الجديده اللي محتاج حد يعلمها، اللي محتاج حد يديها الخبره بتاعته، اللي محتاج حد يمشي معاها ستيب باي ستيب. فهنا زي ما قلنا انه من ضمن الريسبونسابيلتيز بتاعت السوبرفايزر التعامل مع ده. فبيرجع التسكين هنا بقى للاورجنايزيشن وحسب احتياجاتها وطبيعه الامبليز اللي موجودين عليه. كمان معانا من الريسبونسابيلتيز للسوبرفايزر الكوميونيكيشن سكيلز. مهم جدا لاي سوبرفايزر ان يكوميونيكيت الجولز والدايركشنز بتاعه المانجمنت للامبلويز في اللور ليفل او الاوبريشنال ليفل من الاورجنايزيشنال ستراكشر. بنقول هنا على الرغم من الاختلافات في التاسكس او الفانكشنز اللي هي وظائف ومهام المشرفين، لا يزال لدى السوبرفايزر دول مجموعه مشتركه من المسؤوليات في جميع الشركات لمختلف مجالات البيزنس الموجوده. وهي زي ايه بقى؟ زي ما قلنا كده الكوميونيكيشن هنا المقصود بها توصيل او نقل أهداف وتوجيهات الإدارة العليا للموظفين في الأوبريشنال ليفل. هنا لكي يتمكن الإمبليز من إتمام عملهم بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، يجب عليهم الفهم الصحيح الدقيق لما يجب القيام به. لازم كل إمبلي يبقى عارف أنا بعمل إيه وليه. يجب على السوبرفايزر انهم يكونوا قادرين على التواصل بشكل إيجابي ناجح فعال مع الإمبليز. عشان كده بنقول ان يمكن للجود سوبرفايزرز انهم يوضحوا للموظفين اهميه اهداف الشركه، يعني لما نطلع البرودكت بكواليتي عاليه، لما نزود الانتاج بتاعنا مثلا، فيشرح الاهداف دي ويساعدهم على رؤيه كيف يمكنهم تحقيق الاهداف الخاصه بتاعتهم من خلال مساعده الشركه على النجاح. يعني الامبلي اللي عاوز يزود السالري بتاعه مثلا، لما نزود الانتاجيه ونزود المبيعات مثلا فهتزيد ارباح الشركه، فبالتالي هيعود على الامبليز. فلازم حلقه التواصل في كده ان احنا كلنا على قلب رجل واحد لنا اهداف واحده. لما انت تتقن العمل وتؤدي ما يجب عليك فيه، تزود البرودكتيفيتي بتاعتك، يبقى مستوى الاداء عالي، هيعود على انتاجيه الشركه والارباح بتاعتها، وبالتالي يكون له التأثير على الإمبليز. هنا يجب عليهم بقى بشكل خاص استخدام اللغة المناسبة والأكشنز الأفعال اللي بتكون سهلة الفهم ولها معنى محدد. فمهم جدا إن هو السوبرفايزر يعرف آلية التعامل اللي تتناسب مع هذا النوع من الإمبليز على حسب طبيعة الفئة اللي هو مشرف عليه. كمان من أهم responsibilities explain employees concerns and ideas to management، بمعنى توضيح او عرض او نقل مخاوف ومشاكل ومتطلبات الامبليز دول وافكارهم وارائهم ومقترحاتهم الى الاداره العليا. عشان كده احنا قلنا هو يعتبر ايه؟ يعتبر حلقه الوصل ما بينهم. ناخد بالنا بقى ان هنا اي امبلي يود ان هو يشعر ان الاداره بتاخده معاها في الاعتبار.
ان هو جزء من الشركة دي، وان افكارهم وارائهم واحتياجاتهم دي مهمة الادارة بتهتم بيها وبتسمعها وبتتقبلها. لذلك هنا يجب على السوبرفايزر انه ياخد الوقت الكافي للتحدث مع الاشخاص اللي بيشرف عليهم لمعرفة زي ما قلنا الاراء والمقترحات والافكار بتاعتهم واهتماماتهم. يجب على هذا الافكتيف سوبرفايزر توصيل المخاوف دي والافكار والاراء والمتطلبات الى الاداره العليا، وكمان المتابعه لمعرفه ايه الاجراء اللي تم اتخذه. مشكله مثلا حصلت في الاريا بتاعته اللي هو بيشرف عليها مع مجموعه من الانجليز، او متطلب مثلا لايجاد تولز جديده، عاوزين ماشين جديده، عاوزين تكنولوجي جديده مثلا نشتغل عليها وهكذا. فلازم ينقل الافكار والاراء دي والاحتياجات للاداره العليا، ويتابع بقى هل فعلا تم الاطلاع عليها، هل هياخدوا اجراء للتعامل مع هذا السيتويشن او حل المشكله او تطبيق المقترح اللي مطلوب ده. فده مهم جدا للسوبرفايزر عشان الانجليز يكتسبوا فعلا شعور الانتماء والثقة في السوبرفايزر والإدارة بتاعتهم بشكل عام. يجب بقى هنا ان الانجليز العمل لدى السوبرفايزر، الانجليز دايما يحب يعمل مع مشرف مهتم بيه وبأفكاره، بياخد محمل الجد الأمر اللي أنا بعرضه عليه أو الاقتراح أو الرأي. لما الامريكي يحس بده هيبدا يعمل بجد اكتر من اجل الشركه، زي ما قلنا بقى هنا بنمي روح الانتماء، روح الثقه ان احنا راينا مسموع، ان احنا لينا ويت ولينا كيان، الشركه بتهتم بينا وبتشاركنا في عمليه التخطيط واتخاذ القرار، بتاخد افكارنا وارائنا ومقترحاتنا دي على محمل الجد، وبتسعى فعلا جاهده ان هي تحققها. وبالتالي ده هيفرق كتير في الناحية النفسية للإمبريز داخل البيزنس اورجانيزيشن دي، واللي كل ده في النهاية هيعود بالبروجرس والنجاح للشركة أزهو. مستمرين مع بعض في responsibilities of supervisor. هنا كمان من المسؤوليات الأساسية بقى evaluate and improve employee performance، تقييم وتحسين أداء الإمبليز اللي بيشرف عليهم هذا السوبرفايزر. بيقوم هنا السوبرفايزر بإنجاز العمل من خلال الإمبليز وورك تيمز، زي ما قلنا الاتجاه حاليا دلوقتي في تبني سياسة العمل الجماعي وفرق العمل والقيادة الجماعية للأفراد داخل البيزنس أورجانيزيشن. هنا يجب على السوبرفايزر دول التأكد من كل امبلي بيعمل بأقصى قدر ممكن من الفاعلية والإنتاجية. هنا بقى بيقوم السوبرفايزر بإجراء ما يسمى البرفورمانس ريفيو. برفورمانس ريفيو هنا ده اللي بنقول عليها تقارير متابعة الأداء أو تقييم الأداء. هنا بيقوم السوبر بإجراء مراجعات الأداء دي بانتظام بشكل دوري على كل إمبلي. إيه هو بقى الـ Performance Review؟ هو procedure that evaluates the work and accomplishment of an employee بهدف provide the feedback on that performance. هو إجراء عبارة عن technical document، الـ Performance Review ده بيتم استيفائها واملائها كتشيك ليست كده، بيتم وضع بناء على معايير معينه تقييمات لاداء هذا الامبرين. اجراء يهدف الى تقييم عمل ومستوى الاداء او الانجاز بتاع الامبرين ده في سبيل ان انا بقدم الفيدباك المردود بقى والتعليق بتاعي على هذا الاداء، اللي هو نشوف ده مستوى الاداء بتاعه ازاي. بنقول هنا الـ Performance Review يعتبر very effective tool، أداة مهمة جدا لتقييم ومتابعة وتحسين الأداء للإمبليز بشكل عام. يمكن للـ Performance Review ده سواء كان بيتعمل بشكل فورمال أو غير فورمال، اللي هو الـ document الرسمية أو الغير رسمية، بشكل منتظم إن أنا لما بنفذ ده فعليا أنا كسوبرفايزر أتابع وأراقب مستوى الأداء بتاع الناس اللي أنا بشرف عليهم.
ممكن يكشف لي عن نقاط الضعف ونقاط القوة لدى الإنجليز، نقاط التميز، مين المتميز في أدائه أو مين المتكاسل أو مين الضعيف في أدائه. يجب أن يكون هنا السوبرفايزر إيجابي وموضوعي عند استكمال أو استيفاء تقييمات الموظفين دي، يكون شيء من الموضوعية والحيادية بدون تحيز وبدون مجاملات أو بدون تعسف كمان. يعني لازم يعملوا بشكل فير تماما على الامبلييز اللي هو بيشرف عليهم، بحيث ان هو يناقش هذا البرفورمانس ريفيو. هنا بقى الافكتيف سوبرفايزر بعد ما بيعلم التقييم ده بيناقشه مع الامبلييز بطريقه ايجابيه بتساهم في الفهم الفعال، ان احنا عاوزين نحسن ونطور من الاداء بتاعنا، عاوزين نعالج اوجه القصور معانا، وليس من اجل احداث الكونفليكت ان يبقى فيه صراع او يبقى فيه منازعات او انت بتهاجم شخص معين مثلا او بتحاول ان انت تجيب مردود سلبي عليه، بحيث ان التقييمات دي بتوفر البروموشن والمكافآت والتقدير وفرص الترقي للإمبريز اللي بيكون تقييم أدائهم بتاعهم بمستويات عالية من الأداء. على الناحية الأخرى بقى بنلاقي إنه أو الجانب الآخر إنه في بعض الإمبريز بقى عندهم نقاط ضعف أو عندهم مشاكل في الأداء بتاعهم. فهنا البرفورمانس ريفيو يعتبر تول مهمة جدا، لأنها بتوفر المساعدة ل هؤلاء الامبليز اللي للأسف لا يقدموا أداء جيد. هنا بقى بتبقى فرصة يمكن من خلالها تحسين مهاراتهم وإمكانياتهم. هنا ممكن تكون المساعدة دي في شكل مجموعة من النصائح، التوجيهات، أو لو تتطلب الأمر كمان مجموعة من الدورات أو البرامج التدريبية، أو أعمل لهم تدريب إضافي مثلا على المهام اللي هم بيأدوها. في بعض الأوقات زي ما يعني عند حدوث مشاكل أو تجاوزات خطيرة مثلا، قد يطلب من السوبرفايزر تأديب الإمبليوز دول أو حتى توصية بإنهاء الخدمة، وده اللي احنا بنقول عليه بقى بروفايد الفيدباك. الفيدباك بتاعه بيكون هذا، يعني إن هو بيوصي بترقية هذا الإمبلي أو بتقديم المكافأة له مثلا أو تسكينه على مهام أخرى، أو زي ما قلنا الضعيف منهم هيبقى له دورات تدريبية أو هيحسن من أدائه أو يعمل له يحط له حد يساعده وهكذا. أو في بعض الأوقات لكن كانت ناس بقى يعني ما فيهاش أمل من التحسن بتاعها ممكن يوصي بإنهاء الخدمة بتاعته. كمان من responsibilities الأساسية للسوبرفايزر encourage the employees to do their best work. هنا تشجيع الإمبليز على القيام بأفضل ما لديهم وبذل أقصى جهد عندهم، إيجاد زي ما قلنا البيئة التشجيعية أو التحفيزية كنوع من الموتيفيشن، إن أنا أبذل أقصى إمكانياتي وأقصى جهد عندي. طبعا هنا بيؤثر بشكل كبير شعور الإمبريز تجاه الوظائف بتاعتهم على مستوى الأداء بتاعهم. إذا لم يكن متأكد من قيمة وأهمية التاسكس اللي هو بينفذها، أو إذا كانت الورك انفايرومنت نفسها مليانة بالصراع المستمر والمنازعات، فلن يتمكن الإنجليز من الأداء الجيد أو إنه يبقى مستوى جيد من الأداء. فبيحتاج هنا بقى السوبرفايزر إلى إيجاد الانفايرومنت، الجو أو بيئة العمل التحفيزية اللي يمكن للإنجليز فيها الاستمتاع بعملهم والقيام بعمل جيد بأعلى مستوى للأداء. عادة الإمبليز محتاجين إنهم يشعروا بالقبول والراحة، وكذلك الإمبليز عاوز يعرف إنه يمكنه الحصول على السبورت أو المساعدة إذا كان عندهم مشاكل. كمان يحب الإمبليز إن هو إيجاد التقدير، حيث يدرك الآخرين إن اللي هو بيعمله ده له قيمة وإن هو هيتم الاعتراف بمجهوداتهم تقديرا لعملهم الجيد، اللي هو دايما في تقدير للناس، في تشجيع، دايما في مكافآت حتى لو كانت مكافآت معنوية وليس جوست مثلا مكافآت مادية، يكون شهادة تقدير مثلا أو تكريم لهذا الإمبلي وما شابه، بيفرق جدا في
المستوى الأداء والتقبل والنفسية اللي بيتعامل بيها الإنجليز، فكل ده بيقع على عاتق السوبرفايزر إن هو فعلا يطبق الآليات التشجيعية والتحفيزية دي بالعمل على الإنجليز اللي هو بيشرف عليهم ضمن البيزنس انفايرمنت. كمان معانا آخر responsibility وهي use a resource efficiently، استخدام موارد الشركة المتاحة بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية والحفاظ عليها. لن تستطيع الشركات البقاء أو الاستمرار أو المنافسة لفترة طويلة إذا لم تتمكن من تحقيق الأرباح. جزء مهم جدا من تحقيق الأرباح هو الكنترول، التحكم أو تقليل تكاليف أو نفقات العمل. وهنا بقى نظرا لان السوبرفايزر مسؤولين عن الدي تو دي اكتيفيتيز، الاعمال اليوميه اللي بتتم للشركه، فعشان كده لديهم قدر كبير من الكنترول على ما اذا كانت الشركه دي تحقق ارباح او خساره في الانتاجيه بتاعتها. لذلك يبحث دايما الافكتيف سوبرفايزر باستمرار عن طرق لاداء مهام العمل اليوميه دي بشكل اكثر كفاءه وأكثر دقة لاستخدام وتوزيع وإدارة الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلي. دايما بيطلبوا المشورة من الإمبليز ويقدموا هذه الاقتراحات للمانجر حول كيفية تحقيق أقصى استفادة وكمان تحسين الأكتيفيتيز والتحكم في التكاليف. على سبيل المثال مثلا ممكن السوبرفايزر يسأل الامبلوي اللي بيشتغل على ماشين معينة أو ديفايس جهاز أو آلات من اللي بيشتغل عليه، إيه هي عدد ساعات العمل الأفضل للحفاظ على أطول عمر ممكن للماشين دي مثلا. ممكن نشوف مين هم أفضل سبلايرز، مين الموردين عشان أجيب منهم الماتيريال بتاعتي اللي بيتعاملوا مع هذا النوع من الماتيريال مثلا، لانه طبعا زي ما اتفقنا الامبلي هو الاقرب للاعمال اليوميه دي، هو اللي بينفذها بايده، فهو اللي بيشتغل على الماشينز وبالتالي يعرف دي عمرها الافتراضي يطول ازاي، نحاول نرشد الاستهلاك بتاعها ازاي وهكذا. فده مهم جدا من الافكتيف سوبرفايزر ان هو يقوم بتنفيذ مثل هذه المهام عن قرب مع الامبليز اللي هو اوريدي مشرف عليه. وبكده نكون خلصنا بارت 1 من شابتر 11، وإن شاء الله نلتقي على خير في اللقاء القادم مع الجزء الثاني من شابتر 11 في كورس البيزنس مانجمنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم دائما أبدا في رعاية الله وأمنه.